صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الوفي الأمين، ونحن على ما قاله ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الذاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، واستفتح بالحمد كتابه، واستخلص الحمد لنفسه، وجعل الحمد دليلا على طاعته، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. نحمده بجميع محامده الموجبة لمزيده، المؤدية لحقه، المرضية عنده الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيد الخلق محمد، أنفس الناس عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأوفرهم علما وحلما، وأرجحهم عقلا وحكما، وأشدهم بالمؤمنين رأفة ورحما، وزكاه ربه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووسما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وميزان قسط لا يحيد عن الحق منطق لسانه، وضوء هدى لا تخبي الشبهات علم برهانه، ولا يضل من أم قصد سنته يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته، وحببت إلينا تلاوته، وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته، فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يتلوه حق تلاوته، ويرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته، والاعتراف بأنه من عندك، لا تعارضنا الشكوك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم. اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل قدره عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتغفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره. اللهم وسهل بالقرآن العظيم على أنفسنا عند الموت كرب السياق، وعلز الأنين إذا بلغت الروح التراق، وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق، وذاف لها من زعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا الرحيل إلى الآخرة، وكانت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى يوم التلاق. اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء،
وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، ولا تفضحنا يوم القيامة بموبقات جرائرنا، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام، وارحم بالقرآن العظيم يوم القيامة بين الوقوف بين يديك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا، إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. اللهم واجعل القرآن العظيم لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا في الخوض في الباطل من غير مآفة مخرسا، ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا، وبنا إلى خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم. اللهم وأغننا به من عدم الإملاق، وسقلنا به الخصب والسعة في الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومدانئ الأخلاق، ونجنا من هفوة الكفر ودواعي النفاق، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وآناء النهار، ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره يا كريم. اللهم وأطل به صلاح ظاهرنا، وانف به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا، واجمع به متنائيات أمورنا، واشرح به صدورنا، ونور به قلوبنا، واشرح به صدورنا، ونور به قبورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا كريم. يا كريم، أتراك تغن إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع فيما لديك، منن منك عليها سيدي لا منن منها عليك، بل ليت شعري أتراك تصم بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاوي جهنم أبصارا بكت إليك خوفا من الحساب وفزعا من العقاب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها، فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق،
أيدنا اللهم منك يا ربنا في هذه الساعة الشريفة العظيمة المباركة عند ختم القرآن العظيم بالعصمة والتوفيق يا كريم. إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك، أم كيف تناب عنك العيون وفي كل ليلة وأنت الغني الكريم تقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل؟ إلهنا نحن السائلون نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا غياث المستغيثين ومنتهى العائذين والمروح عن المغمومين والمفرج عن المكروبين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب يا رب العالمين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف الكرب عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أعمالنا خواتيمها. يا من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده الميزان يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا من يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء ويؤاخذ من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا ولينا عند نعمتنا ويا عدتنا عند كربتنا، يا من ندعوه فيجيبنا وإن كنا ثقلاء حين يأمرنا،
يا من نسأله فيعطينا وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا يا من نخلو به لحاجتنا من غير شفيع فيقضي لنا حاجتنا يا من لا يستغني عنه أحد وهو الغني عن كل أحد يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أنخنا ببابك طائعين فلا تردنا خائبين أصلح كل قلب قسى منا فلا يلين وألبسنا لباس الهدى واليقين واجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا ممن يعاهد على التوبة ويمين يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك ربنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نستودعك أبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وسترك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد وذي عين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا وإياهم بالسعادة والاستقامة وأعذنا يا مولانا في الدنيا والآخرة من موجبات الندامة يوم القيامة يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا إلهنا أنخنا ببابك طائعين فلا تردنا خائبين من يقبل منا إذا صرفتنا من يرحمنا إذا عذبتنا
من ذا الذي يقبل علينا إن أعرضت عنا؟ اللهم برحمتك ومنك ارحم عبادا غرهم طول إمهالك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وأطمعهم كثرة إفضالك. سيدي ومولاي سيدي ومولاي اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور وعذاب القبور. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم، واجعل المودة والرحمة فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم وعذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر، تعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأئمة الأعلام الذين نقلوا القرآن لنا عذبا وسلسلا، واغفر لنا به ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.